في هذا الفيديو سأوضح لكم طريقة أخرى لصنع صفحات الكتاب تفاعلي. لا تنسوا دعم قناتنا بالضغط على لايك وسبسكرايب وشير وكومنت واضغطوا على الجرس كي يأتيكم كل شيء جديد. إليكم المستلزمات التي سنحتاجها لإعداد صفحات. كل صفحة مكونة من قطعتين من القماش. احذر قطع الفصلين بحجم الصفحات. نقوم بتقسيم كل قطعة إلى جزئين. نقوم بوضع قطعة من القماش على جزء من قطعة الفازلين، ثم نقوم بكيه. وتحضير صفحة أخرى بدون تقطيعها. سأقوم الآن بكي جميع القطع. بعد تثبيت الجزء الأول من كل صفحة، نقوم بخياطته مع الجزء الآخر من القماش فقط. سنقوم بتتمة الصفحات بإضافة قطع الفيزلين إلى الجزء الآخر من القماش.
سنقوم الآن بتسويد جوانب الصفحات. سنحتاج أيضا في هذا الكتاب إلى صفحات كاملة من قطعة قماش واحدة بدون تقطيع. تثبيت الجوانب بواسطة شريط الفيزلين اللاصق. وبعد حصولنا على جميع الصفحات بهذا الشكل، سأقوم الآن بتحديث صفحة قابلة للطي. خياطة صفحتين معا، إزالة زوائد القماش، نقوم بكي الأطراف الزائدة.
وهكذا نحصل على شكل صفحة المستوجة القابلة للطي. وهكذا حصلنا على الشكل النهائي للصفحات باس الدمية لكتابنا الجديد تفاعلي. وموعدنا مع المراحل التالية في الفيديو القادم.